السلام عليكم، كي درتو لاباس عليكم؟ هانين ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كنتمنى تكونوا كتفوجوا معايا في لي فيديو ديالي، كتخرجوا هكا معايا، المهم شي حاجه على قد الحال وصافي، نخرجوا مع بعضياتنا كاملين خلايص. كي درتو لاباس عليكم؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا كلكم مرتاحين وما خصكم حتى شي خير، والبال هاني والقلب مرتاح والحمد لله على كل حال. هذا ما نقوله. لقيتوني اليوم غدا الوجهه المفضله عندي اللي هي قنيطره المارشي سونترال اللي كاين فيه الحوت. ادمان البنات، ولا عندي ادمان هذيك الجهه، ولات عندي ادمان، ولكن فريمون يستاهلوا الضرب عليهم الطريق ويستاهلوا، حيتاش عندهم النقا وعندهم المذاق البنه 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 والله. ما عرفتش واش مشيتو ولا ما مشيتوش. المهم الناس اللي كيمشيو راهو ما عارفين علاش كنهضر، والناس اللي ما كيمشيوش راه حدكم تمشيو النهار الاول، راه غادي يبقى شي بان لكم الحوت في شي بلاصه اخرى من غير قنيطره. اليوم السبت وراكم عارفين السبت ديال الحوت، واخا انا ما نصحكمش تمشيو في الويكاند، حيت في الويكاند كيكون عامر ما كيكونش سيرفيس عندهم الخاطر بحال اللي كتمشيو وسط السيمانه. ديك مره مشينا وسط السيمانه كتلقاو عندهم كلشي موجود والخاطر دغيا كيسربيوكم وكتلقاو البلايص وكلشي. ايوا المهم ها نتوما معنا غادي نوصلوا غنبارطاجي معكم نهاري كيفاش غادي يدوز. المهم حنايا وصلنا قنيطره، مشيو ناكلوا الحوت يا اختي. ما عرفتش هاد الايام دياني الشهوه 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 على الحوت، والله دياني واحد الشهوه، انا اصلا عزيز عليا الحوت، وهاد الايام جاياني الشهوه بزاف. وهذا كيعجبني، هذا الجيل هذا اللي كاين هنا في مارشي سونترال، صراحه كتاخذو طري على يدك وكتدخل كتقليه في النقه. راه كاينين بزاف ديال لي سناك، انا ما نقدر نقول لكم لا واش هذا خايب ولا واش هذا زوين ولا هذا نقي ولا هذا مصحي، ما مجربهمش. هذاك هو اول واحد مشيت لعندو، هو اللي بقيت كنمشي عندو، هو اللي غنبقى نمشي لعندو، كل واحد فين كيرتاح وصافي. اليوم السبت غتكون شويه الدنيا عامره، ولكن ماشي مشكل، راجلي جالس اليوم معنا اختي وبنت اختي حتى هي. المهم حنايا يعني كندوزو النهيوار وصافي، هذا المكان. ايوا شنو ما درتوها نتوما معانا من موراها، ما عرفتش واش غادي نمشيو نجلسو هكا فشي غابة يلعبو الوليدات، حيتاش انا واخا كنجي لقنيطرة كنتغدا صافي خصني نشرب قهوة ونرجع للدار نتكا، مابقاش فيا داك الجهد اللي نجلس ندور وهذا والو، كنتغدا خصني قهوة كحلة ونتكا. شوفوا لاكولوغ البنات، شوفوا راه كتجي فنة، كتجي فنة، كتجي غزالة. وعاد ملي كيكون هاد لاكور في الشعر كله كتجي كتحمق. انا ديجا راني عندي تحت لاماش، عندي تحت لاماش صايبت غير لي غاسل باش مكيبقاش باين هكذا الكحل، هنايا الكحل وصافي. ايوا المهم حنا قرابين ليه، حطينا الطوموبيل هنا وهو بقى لهاد الجهة، حيتاش اليوم السبت مغاديش نلقاو فيه سباسيوني وحده نهائيا. انا نقلب باش نوريكم فين جا. ها هو البنات، هو هذا مارشي سونترال. انا راه ما كنعرفش شنو هاد السميه، ما كنعرفش النعت. المهم هاد الصور هذا الا تبعتي كيهبطك الواد السبق ديال واد السبق، هذا هو اللي كناخذو حنايا من عند هذاك الاول نيت اللي في الدخله، هو اللي كناخذو من عنده. صافي كنزيدو شويه واحد اللي عنده الزليج، راني وريتو لكم المره اللي فاتت. ايوا هذا ما كان، هادشي اللي كاين. انا ما كنعرفش النعت، قلت لكم هاد الصوره هذا اللي تبعتو كيهبط الواد السبق، هاد الشارع هذا ما عرفتش شنو سميته. المهم هو هذا، حنا جلسنا عند هذاك اللي كنجلسو عنده ديما، اللي عنده هاد الزليج عقلو عليه، هاد الزليج شنو سميته؟ طري سمك طري، ياك الطري، دار السمك الطري، دار السمك الطري. اليوم السبت كتكون الدنيا شويه عامره، كتكون عامره وكيتعطل وما كتلقاوش فين تجلسوا. جينا بقينا واقفين حتى خويت واحد والله عاد جلسنا. ايوا المهم حنا شكر شنا فين كتجيبنا، كتجيبنا من سلا القنيطرة، ولكن والله القسم الا عندو غزال غزال، بنين بنين بنين. المهم تيحطو لينا ديك الساعة نعاود نوريكم كيفاش كيحطو، حتى البلا كتحط زوينة، ماشي غير تيحطو صافي، كيحطو داكشي متول. ايوا من الأحسن ما تجيوش في ويكاند، حيت ويكاند كيكونو عامرين ما تيعطيوش الخاطر، تسيرفيس كيسبقو هادي وتبقى تسنى الأخرى، ماشي بحال تكون خاوي كيدريسي لك كلشي كيحطو لك في كلشي كيحط لك في الاول. ايوا انتما معانا اش كدير؟ اخليك غير نسي ها هي الكريبيت، راهو باقي غادي يزيد لنا واحد. ايوا صافي هادشي اللي كنت والله هاد الساعة. تغدينا صراحة الحمد لله، وجينا نيشا الغابة الطيشة يلعبو الوداد شوية، وانا قهوة ضروري ضروري من القهوة، حيتاش كنتغدى صافي كنبدا نودن. خصوصا هكذا كسكسو ولا الحوت ولا
هي كانت غدا صافي خاصني نعس، لعبوا الدراري واحد شويه، سالي قهوه خدينا معنا حتى الليمون، ناكلوا الليمون ونجلسوا غير شويه اي واحد شويكيكه صافي ونمشيو بحالاتنا باش نعس، ضروري خاصني نعس. كتقولوا لي يا بوشاد رجعي الروتينات، رجعي الروتينات، والله حتى الروتينات صعابين. راه باش تصور روتين خاص يكون عندك الوقت ويكون اش نقول لكم، صعيبه صعيبه. دابا باش نرجع لليوتيوب كيف ما كنت في الاول بالروتينات وهكذاك، ونهار نهار لا اولا يوميا، صعيبه صعيبه. ايوا المهم مع تيسير مولانا، انا تفرقوا لي الدراري، واحد مشى لهاد الجهه واحد مشى لهاد الجهه. فين تلعب دابا؟ ولا اختي. ايوا المهم انتما معانا، المهم حنايا جالسين وليداتي كيلعبوا ليها الزعلولة، انا جالسه هنايا كنصور لكم ستوريات في الانستغرام بالنسبه للناس اللي باغيين هذا البرودوي ديالي ديال بشرى بيوكوسميتيك، راه غادي تلقاوه في لي ستوري. دخلوا عندي الانستغرام البنات، انا غادي نحط لكم لتحت، غنحط لكم لتحت في صندوق الوصف غادي نحط لكم الانستغرام ديالي، ودخلوا تما راه غتلقاو لي ستوري وغتلقاو كل حاجه كنشرح، كل واحد داك الموطوراريتاش كل وحده كنشرح لياش كتصلح وصافي. هنا راه دايره واحد بتي ستوديو كنصور فيه ستوريات ليها. نسري ندوري وجهك ليها. ها فين جالسين؟ في الليمون، حاطين حدانا الليمون، قهوه شربناها. ايوا جالسين وليدات كيلعبوا لهي، واحد راه كيلعب الكره لهيها. ايوا مدوزين النهار اليوم، دابا راه 5:30 ولكن الجو غزال، الجو زوين زوين زوين. عفتو البنات راه حنا في سلا، راه عندنا ديك البلاصه فين كنمشيو ناكلو الحوت في سيدي موسى، ولكن ما بقاش بالكاليتي اللي كان بها في الاول. كانت واحد الكاليتي فيه فنه صراحه سيدي موسى، وكان طبيسي ب 3 درهم الفخيتير غزال، دابا ما بقاش هنا غزال. كتاخذوا الحوت على شما قديتو قدركم جهدكم، كيلو نص كيلو، كيلو مخلط، جوج كيلو مخلطه، كيلو كيلو من الحاجه انتيا وجهدك، كتمشيو كتقليوه نقا نقا نقا. سورتو انا هذاك اللي كنمشيو عنده، الاخرين كيف قلت لكم ما نديش تقليدهم، ما عرفت واش نقيل ولا ما نقيل. المهم انا كنشوف هذاك غزال، ايوا هذا ما كان. انا البنات جمعت هذا هنا فهاد السويك، عتو السويك زويونين كتجيبهم ليا لو ستيدي هذا ديال لا روش بوزي، غزيول صراحه كينفع، كيجي حتى في الهزه كيجي هماوي. هنا فهاد الشجيره هادي كنت كنصور، دابا نحطهم كيف قلت لكم في الانستغرام، غنحطهم في الانستغرام وغنحط لكم الانستغرام. خلعتني غنحط لكم الانستغرام لتحت في صندوق الوصف، والنيميرو ديال الواتساب اللي بغى شي حاجه مرحبا. ايوا هذا ما كان. ها نتوما صراحه كينفعني هنايا، كيجي هكايا قاصح. هادو البنات كتمشيو للباغا، لي باغا فارماسي الكبار اللي كتقداو من عندهم، حتى الا تقديتو هكا كونتيتي كيعطيوكم هكايا سيكانت، يعطيوكم شونتيون، يعطيوكم بزاف ديال الحوايج. ايوا هذا ما كان. ها هو والله الا كيجي زويون كيجي مئنتك، غير هاد لهاد البلاصه جايه واحد القنت زوينه، هاد الصفيطه هادي اللي خسرات المنظر، ولكن حاولت ما نشدهاش، حاولت نفيتيها وصافي. دابا راه ديجا راه شحال الساعه، ها هي 6 القسم، بقى لنا والو نوضو نمشيو دابا قبل ما يبدا يبرد الحال. راكم عارفين دابا الحال دغيا كيبرد، نوضو نمشيو بحالاتنا. ايوا هذا ما كان. دخلنا للدار، الله على راحه. عرفتو والله القسم راه كنخرج، شوف حطيت المرايه تما وما عرفتش فين غادي نلصقها، والله واحد الراس تيقول لي لصقها في هذا الحيط هنايا، راجلي تيقول لي نديروها حدا الباب ديال الحمام، ما عرفتش. انا كيعجبوني صراحه المرايات فين ما مشيت، كيعجبوني يكونوا المرايات محطوطين قدامي، كيحمقوني. قلت لكم دوزنا النهيور من داك الشيء، خرجنا فوجنا هكا، بدلنا الجو انا واختي وبنت اختي وراجلي وليداتي. صراحه مره مره الواحد هكا يبدل الجو صافي، كدوزوا النهار وصافي. انا كيف قلت لكم هاد الايامات عاتو شهوتي 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 في الحوت، خصني خصني وخصني هذاك بالضبط، هذاك هو اللي خصني بالضبط. حتى كان حتى كنمشي عرفتو كناكلو بواحد اللهفه بواحد الشهوه، راه ما نقول لكمش، واي واحد كنظن يمشي ليه راه غادي راه غادي يعرفني علاش كنهضر فريمون من داكشي. دابا صافي غادي نوض نبدل حويجاتي، ندي ماكي وجهي، ولادي خصهم يدوشوا حيتاش لعبوا الكره تما، نشعل لهم الدوش يدخلوا يدوشوا صافي، ونطرف انا غير نطرف وصافي. باقي شبعانين، غنطحن غير شي حاجه هكا شي عصير خفيف
صافي نتعشى ونشرب ونعس. ما انا حيت غدينا روطار 4 والزياده حنا عاد كنتغداو وكلينا بزاف الحمد لله. اللهم ادينا نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. وما ما ما غاديش نقدروا نتعشاو دابا كاع شي حاجه خفيفه وصافي هكايا شي حليوه مع العصير وصافي نعسوا. هذا ما كان تهلاو ليا فراسكم تنقول لكم شكرا لكم بزاف. المهم انا كنحاول نرجع ايطاب باغ ايطاب صبروا معايا وصافي حيتاش فريمون راه باش ترجع اليوتيوب من بعد هذه المده راه ماشي سهله. ولكن غادي نبقى معكم هكايا شويه بشويه حتى ان شاء الله نولف كيف قلت لكم. قولوا لي البنات دابا انا راني ملي كنبدا نغلاض كيف قلت لكم في الانستغرام تنبدا نغلاض من هنا هو الاول. انا ما عنديش مع الحنوك وتيقولوا لي البنات شنو كديري شنو كديري شنو كديري راه كل واحد وشنو عطاه مولاه. راه زعما الا قلت لكم راه هذه الوصفه ولا هذه الوصفه راه نكذب عليكم. كل واحد اشنو دار فيه مولاه كل واحد ربي كيفاش بغى يشوفه. والله راه ما هي من حتى شي حاجه من غير هذاك اللي غادي يمشي يدير عمليه تجميل وينفخ شي حوايج ويفش شي حوايج وشد والشفط وما عتاش داكشي. اما زعما الوصفه اللي كتزيد في هذه المناطق ولا في هذه المناطق وفي هذه المناطق انا هادشي ما كنثقش به وما كنامنش به. كل واحد وكيفاش داير كل واحد ربي كيفاش بغى يشوفه. اي بغيت نقول لكم واش نبقى هكذا زعما كاينه انا كنبدا نزيد من وجهي ما عرفتش واش نزيد ولا نبقى كيف كنت ضعيفه زعما واش كيجي معايا الغلظ من وجهي اولا ما كيجيش معايا. انا ما كنحس براسي اليز كنحس براسي كنتهرق. ولكن المهم ترى رايكم كيهمني اكيد وصافي. هذا ما كان الغزالات ديالي. الفيديو غادي نسالي معكم حد هنا غنسدو هنا نعاود نشوفكم ان شاء الله في شي فيديو جديد ان شاء الله ما عرفتش شنو غادي يكون. المهم غادي نحاول ما نغبرش عليكم وصافي. هذا ما كان تهلاو ليا فراسكم بيزو ليكم كاملين نعاود نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.